هيا حلوين، ازيكم؟ النهاردة فيديو جديد. فيديو النهاردة هعمل فيه كده كوفي كورنر معاكم بكل تفاصيله، بديكوراته، إيه كل حاجة اسعارها ايه. شايفين في يعني كذا حاجة لتنظيم الكوفي كورنر، الكبسولات يعني احجام الكبسولات، ده الصغير دي الكبيرة. وكمان شايفين كلمة كوفي طالعة خطيرة، وحطيت زرع، وأصلا الوحدة دي كلها هتلاقوني متكلمة عليها بالتفصيل ورتبناها مع بعض ونسقناها. لو أول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا بقى نبدأ الفيديو ونشرب كده الكوفي. اعملوا حاجة دافية وتعالوا اتفرجوا على الفيديو. إيه بصوا بقى، عايزة اوريكم كده الاول شوية مشتريات، هما حاجات بسيطة بس حاسة ان هما هيفرقوا معايا جامد. يعني جبت الطقم ده طقم كاندي جار، 3 قطع، 3 مقاسات مختلفين. الطقم كله تقريبا 175. وجبت كمان الاناناسية دي، بصوا عشان انا عندي جزء تاني وحط عليه حاجات بالجولد، فكنت حابة يبقى فيه ترابط بينهم، فجبت يعني حاجة جولد. وجبت ده من تيوليب، ده علشان الكبسولات بتاعت القهوة تترتب فيه يبقى شكلها حلو. بصوا يعني هو بياخد من الناحيتين. طبعا هنفتح كل ده وهوريكو. وطبعا زرع ايكيا، بصوا ده انا بحس ان هو جوكر في اي حاجة نقدر نحط زرع ايكيا، هنوصل يعني لاحلى حاجة منها. وطبعا عشان البوت بتاعها ابيض فهيليق جدا مع الديكور. بصوا بقى الحاجة دي اللي انا حاسة قد ايه هي جميلة وهتفرق قوي، جبت الحروف البلاستيك دي كده باينة. بصوا كتبت بيها كلمة كوفي، الحرف تقريبا ب45 جنيه، فيعني الكلمة كلها رينج 200 جنيه، 200 وحاجة. طبعا لو عملناها بأي نور او خشب او كده لقيت انها تكلف نفس التكلفة تقريبا، فحبيت ان هي تكون برضو بيضة وبتنور عشان تليق مع الديكور. وهي عندي هنا ده تابلو برضو كوفي. هشوف بقى، هنبدأ كده ننسقها وهنرص الأدراج مع بعض وهنعمل كل حاجة فيها من A to Z. بصوا بقى أول حاجة عملتها ان انا عملت الوحدة دي هي كلها أدراج، انا عملتها 8 أدراج، يعني هتلاقوا هنا 4 وقصادها 4 تانيين. هي طبعا عليها بس ورق ده هيتشال، يعني شايفين اهو لسه هشيله كله. تعالوا اوريكم كده الدرج ده شكله، وانا بصممه خليت الراجل يعمله عالية. انا عملتها الوميتال علشان طبعا هحط فيها اكل وهحط عليها مكنة القهوة، يعني انا عاملاها علشان اكمل ان دي تبقى كوفي كورنر بتاعي، فحبيت ان هي تبقى سهلة التنظيف وان يعني بمية وصابون اعرف اغسلها وترجع تاني نظيفة خالص. بحس الخشب صعب شوية لو المكنة وقعت مية او حصل اي مشكلة فيها هيبقى صعب يعني. طبعا انا عملتها على حسب المقاسات اللي عندي في المكان. هبدأ بقى اشيل كده كل الورق اللي عليها ده وانضفها من جوه، لان الادراج بصوا مش نظيفة خالص، يعني شايفين الادراج من جوه مش نظيفة خالص، كلها تراب كده ومش حلوة يعني. شلت بقى الورق كله من عليها، وجبت هنا ده معقم بتاع مستر ماسل ده وبيقتل الجراثيم وكل حاجة، وطبعا بقى مناديل. هحاول امسحها كلها وانضف كده الادراج كلها عشان نبدأ نرص الحاجة على نظافة، وتبقى برضو يعني ريحتها حلوة ومفيهاش اي تراب ولا اي حاجة مش كويسة. بدأت بقى اطلع كده كل الحاجات اللي عندي وافرزها كويس عشان اعرف انسق الادراج على اساسهم. دي الحاجات اللي بتبقى عندي ستوك، يعني بيبقى فيه اوريدي في المكنة، وده بيبقى عندي زيادة. انا حبيت اوريها لكم عشان بس تعرفوا الحاجات اللي انا بستخدمها اكتر للكوفي كورنر وللمكنة عامة، عشان طبعا عارفة ان الاسئلة دي هتيجي. دي علب، دي كانت علبة مج، دي مش حاجة يعني، وانا حاطة فيها بن. وعندي هنا كذا نوع برضو بن اسبريسو،
ده الكابوس، بس انا حسيت ان هو قوي شوية، يعني تقيل قوي للناس اللي بتحب القهوة تقيلة قوي، اسبريسو ويكون تقيل كده. وده نوع شفته وحبيت اجربه اسمه بن الريحاني، فجبت منه جزء صغير. بس انا عامة بستخدم دايما بتوع ستاربكس وبستخدم النوع ده، وكنت ده لقيته برضو نازل في عروض كده الهوليداي فجبته علشان نجربه. الحاجات بقى اللي بتاعت الماشين اللي بتغسلها، وده كوفي ميت عندي زيادة فهحطهم برضو في نفس الدرج، والهوت شوكولات بتاعت ستاربكس. فتعالوا كده بقى نفتح تاني درج، انا نظفته خلاص، هبدأ ارصهم فيه. ده كده الشكل المؤقت للدرج بتاعي. عايزه اقول لكم ان الازايز دي طلعت عاليه جدا، ما نفعتش، يعني الدرج ما قفلش، فخلاص هشيلهم. عندي بقى الصوصات الصغيره دي، فدي اللي ممكن احطها. ده برضو المارشميلو بتاع سلينترو، علبه بتاعت مكنه الكبسولات دي انا كنت عامله لكم ريفيو عنها، وعايزه اقول لكم حلوه جدا جدا جدا، وهتشوفوا كميه الكبسولات اللي انا جبتها لما جربت الماشين وحسيت قد ايه هي حلوه. تعالوا بقى نعمل الدرج الاولاني، عايزه اوريكم برضو طلعت الحاجات اللي عندي كده. بصوا الحاجات دي طبعا كانت متفرقه في كل حته، فحاولت كده المهم بقى على طول بحيث الحاجه تبقى سهله. عندي هنا دي الكبسولات بتاعت نسبريسو وستاربكس، دول جايباهم للمكنه الصغيره. وكان عندي العلب دي، بصوا هي شفافه ومش عاليه يعني، ف يعني بصوا هي هنا باينه، بس فرصتهم بقى في العلب دي شايفين يعني طلعت قدها بالظبط، ولو شلت واحده الباقيين رصتهم مش هتتفركش، فده اللي عجبني قوي فيهم وانهم طلعوا على المقاس بالظبط. هبدا بقى احطهم كده في الدرج وهوريكم الدرج ده، يعني قلت لكم ده اكتر حاجه هبقى بستخدمها على طول، فهحط الحاجات اللي انا بستخدمها. ممكن نحط ده كده، بس حطيتها كده. وعندي يعني علب تانية بس مش كتير يعني، بس شايفين كده. والناحية التانية هحط المشروبات بتاعت ستاربكس اللي هي اللي بسخن بس لبن، او باخد حتى لبن فوم من الماشين وبدوبه على طول فيه. انا حباهم قوي وبقوا منتشرين دلوقتي في كل الجروبات موجودين يعني. انا عندي منها لاتيه وكراميل والموكا. وعايزه اقول لكم اختي دايما بتحب ان هي بتشرب قهوه او اسبريسو او كده بتاخد مكسرات معاهم، بتحب تاخد مكسرات معاهم، فانا حطيت برضو برطمان فيه شويه مكسرات صغيره، قلت هحطه هنا كده بحيث ان هي تفتح الدرج وهي بتاخد الحاجات تاخد معاهم مكسرات. يبقى الدرج ده فيه النسكافيه والحاجات دي. عايزه اقول لكم بقى الدرج اللي قصاده هنا هحط فيه كل الكوبايات والمجات والفناجين، فهجيبهم برضو احطهم هنا واوريكم كده الشكل هيبقى ازاي. بصوا بقى طلعت دول يعني اغلى ما املك كده انا واختي. عايز اقولكم كنت بقعد اتريق عليها جدا، هي كانت بتحب قوي المجات والكوبايات ولازم لما نروح اي حته تشتري، وفجاه انا كمان جالي نفس العدوى. فبصوا هتلاقوا الحاجات دي طبعا بتتباع بالبيس، وفي حاجات مثلا دي من الناس اللي بتبيع حاجات البورسلين بتبقى سعرها مش غالي خالص يعني. ماشي الحاجات دي مثلا فيهم حاجات ديزني وكده ممكن يكونوا غاليين شويه، لكن الحاجات دي بتبقى رخيصه خالص يعني. ودول ده برضو بالفنجان، فانتوا حلو ان انتوا مش لازم نجيب المجموعه السته دي، بجد بتبقى رخمه قوي وكبيره وبنزهق، فحلو ان احنا يعني شوفوا هتلاقوا كل حاجه اتنين مثلا يعني، وهتلاقوا اطباق مش موجوده اتكسرت. فانا بجيب دايما انا واختي عشان نبقى واحنا بنشرب كده يبقوا شبه بعض. هبدا بقى انظمهم كده في الدرج هنا. زي ما انتم شايفين انا كل فنجانين زي بعض حطيتهم جوه بعض عشان اوفر شويه مكان يعني. هبدا ارصهم كده واوريكم الدرج هيبقى شكله ايه. بصوا ده كده بعد ما حطيت يعني المجموعه اللي عندي، في برضو اماكن لسه فاضيه فلو لقيت تاني ممكن احطهم، بس يعني انا حابه قوي المنظر كده. بصوا ان يعني هنا تفتح ناخد القهوه او المشروب والمكسرات، وهحط تحت في درج كمان الاطباق يعني. بصوا المج البينك ده الطبق بتاعه، فان هو بتحطي هنا مثلا المشروب وجنبه مكسرات شوكليت اي حاجه، ف
يعني كده حاسه ان الدنيا بقت منظمه جدا وباينه. في المطبخ كان طبعا في كل حته، في ضلفه او في درج او كده، ما كانتش احلى حاجه يعني، غير اما نعمل مكان مخصص كده بالذات للناس اللي بتحب القهوه جدا. بصوا ده جديد، بصوا ده كراميل حلو جدا. دي كتلة لبن، هاي يا حلوين. بصوا عملت كوفي كورنر من اولها خالص لاخرها معاكم، ونظمناها وحطينا فيها كل الحاجات اللي احنا عايزينها. لو اول مرة ايه، عايزة بقى اوريكم الشكل كده في الاخر. انا حطيت المكنة بتاعتي خلاص هنا. ايه المكنة دي؟ ديلونجي اللي هيسأل عليها. حلوة جدا، بسم الله ما شاء الله، وبقالها فترة طويلة عندي يعني. حطيت بقى هنا الجارز كده بتاعت السناكس والكبسولات وكل حاجة، وحطيت فوق هنا الكبسولات التانية يعني، وحطيت نتيجة صغنونة كده عشان تكسر بس شوية اللون، وزرع صغير. شوفوا بقى بالبن كده، خليت اختي تعمل لي قلب، وطبعا حطيت كمان جنبها زرعة. فبصوا كده المنظر ده، الشكل كامل ليها. طبعا انا وريتكم انا حطيت فيها ايه وظبطت فيها حاجاتي ازاي، وعلى حسب الاستخدام الحاجات اللي فوق يعني اول درجين هما الحاجات اللي على طول بسحب منهم. عايزه اقول لكم ان انا نزلت الحاجات التخزين للتحت، وهنا حطيت الشوكولاتات والحاجات الزياده عندي كلها بحيث ان تبقى ملمومه في درج واحد. والدرج ده حطيت فيه كل بقى المجات بتاعت الحاجات السخنه ستاربكس والحاجات البارده، كان فيه برضو كبسولات زياده. ده الجزء التاني بتاع الماشين ده اللي بيعمل هوت شوكليت، الشاليموهات، بصوا اي حاجة زيادة حطيتها هنا برضو، بحيث ان يعني فوق هنا الفناجين والحاجات اللي انا بستخدمها، تحت الحاجات بتاعت ان انا لو خارجة او بعمل مشروب مروق كده ومدلع يعني بس. والادراج اللي تحت خالص دي لسه يعني اخر واحد، ده حطيت فيه مثلا مناديل والعلب بتاعت الميكروويف. عندي درج تاني فاضي كده يعني. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.